اليوم 19 من سبتمبر أيلول من عام 1973، 17 يوما تفصلنا عن العبور المجيد قبل 50 عاما من الآن. رغم اقتراب موعد المعركة لم يكن في مخيلة العدو ولا العالم ولا كثير من المصريين أنفسهم أن هناك معركة مصيرية ستقع بعد أيام معدودات. الصحف في ذلك اليوم تكتب في منشطات عريضة عن إفراج حكومة الأردن عن 300 معتقل من رجال المقاومة الفلسطينية بعد أن أصدر الملك حسين عفواً عاماً عن السياسيين الذين حكموا على إثر أحداث أيلول الأسود، وهي المواجهات المسلحة التي وقعت بين الجيش الأردني وفصائل المقاومة الفلسطينية. من جانب آخر، استعرضت صحيفة الأخبار والأهرام طلب وزير خارجية هولندا انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 وبضرورة إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. كما غطت الصحف موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة على تنصيب هنري كيسنجر وزيرا للخارجية بعد أن نجا من مقصلة فضيحة ووترغيت. وفي الشأن المحلي وفي إطار خطة الخداع الاستراتيجي، ركزت الصحف على أخبار تأجيل موعد المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك. كما كثفت الصحف من أخبار الاستقبالات الرسمية والزيارات الدبلوماسية التي يقوم بها مسؤولون في الدولة وتعيين سفراء مصريين هنا وهناك. وعلى صفحتها الرابعة تحدثت الأخبار عن اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع مترو أنفاق القاهرة للنظر في الدراسة التي أعدها بيت الخبرة الفرنسي لنقل ركاب القاهرة الكبرى. وفي صحيفة الأخبار كتب موسى صبري مقالاً بعنوان سلاح البترول في يدنا، ولكن عن إمكانيات استخدام البترول العربي في العمل السياسي لأول مرة. وفنياً احتدم النقاش بشأن فيلم أمريكي عن النبي محمد، وأبرزت الأهرام قرار وزارة الثقافة والإعلام عدم تقديم أي مساعدات أو موافقات من مصر لإنتاج فيلم أمريكي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد عرض سيناريو الفيلم على الرقابة. ورياضياً تحدثت الصحف عن نجاح الأهلي في مصالحة جماهيره بالفوز على البلاستيك بهدفين مقابل لا شيء بعد خسارته أمام فريق الطيران في المباراة السابقة. أضواء الكرة والفن سرقت الأنظار في حين كانت الحرب تقترب شيئاً فشيئاً.